راح ادخل فاكيوم زين بهذه المضخة ماكيتا تقريبا 1.5 CFM، وهذه تشتغل على بطارية تصلح للسيارات لكن سعرها مرتفع صراحة. البطارية راح استخدمها 6 أمبير، ممكن راح تاخذ تقريبا أكثر من نص ساعة. المهم عندنا المواسير هذه إذا انكمشت أو لا. بسم الله، زين هذا مسكر هذا مفتوح، راح نشوف صراحة. ندخل فاكيوم، زين دخان قام يطلع عادي، هذا دخان مال الزيت. هون فيها كم فيها زيت على الزوج، ان شاء الله تنكمش معنا المواسير هذه. اذا ما انكمشت راح اغير المضخه، صار لي مده صراحه ما استخدمتها، راح اغير المضخه واستخدم الكبيره هذه. زين طبعا ما اريد ادخل على الكبيره، لست مستعجل. شوف هل راح تؤدي الغرض او لا. طبعا المواسير او الماسورة هذه الكبيرة بدأت تنكمش، شيء جيد، لان هذا دليل على ان عملية الفاكيوم جيدة. زين ولكن راح تطول في هذه المضخة. كملنا تقريبا 20 دقيقة، لا زالت الماسورة داخلية صراحة لم تنكمش. زين هذه الماسورة لم تنكمش، الكبيرة هذه انكمشت على الخفيف. زين راح اتوقف من استخدام هذه المضخة، راح اجيب المضخة الكبيرة عشان نسرع من عملية الباكينج. دخلنا بالوحش صراحة لان الوحش سريع. هذه طبعا تقريبا كم سير فني يا جماعة، ممكن 7، ممكن 7 سير فني، راح تعطينا مدة أقل للباكين. صراحة ما تغير شيء كثير، يعني نفس الشيء الماسورة هذه. زين وأيضا الماسورة الداخلية لم تنكمش بالكامل. زين راح نتوقف بعد مدة من الباكين، راح أشحن غاز اسطوانة على رأسها. زين كمية الغاز اللي راح تاخذها المركبة تقريبا 490، ممكن راح اشحن 490 راح نخليها، نكمل بعدين ان شاء الله. شو نصفر الجهاز. زين بس نبدأ نشحن، راح نشحن 100 وبعدين راح نشغل السيارة ونكمل إن شاء الله. بسم الله،
30 جرام 40 جرام. بين تقريبا 120 جرام هنشغل المركبة ونكمل الشحن. أيضا ربطت، صراحة نسيت أول شيء، الحين ربطت عدة قياس الضغط العالي، شوف الضغط كيف راح يكون وضعه حاليا، 100 على العالي و100 أيضا على الواطي. شغلنا المركبة، شغلنا رفعت السارة 1.25 شغال. راح نكمل الآن بالشحن. بسم الله، لغاية ما نوصل 400 أو 450 ممكن. شحنت 400 صراحة جرام، لما أشوف إن تبريد ممتاز، وأيضا لا يوجد صوت صراحة للكلتش، يعني ما في أي صوت. مو بنفس القديم، القديم كان فيه صوت، الضغوط جيدة. هذا راح ناخذ درجة تبريد داخل نشوف الوضع كيف. ممكن راح نخليها صراحة، راح نخليها على 400 زين، ما راح ازيدها لان الكمبرسر جديد، ما نبغي نقامر فيه، نبغي نشوف الوضع للأمانة. الضغط على الخارج تقريبا 120 الى 220 الى 230 في الساعة، على الراجع تقريبا 25 في الساعة. راح نقيس صراحة درجة الهواء، صراحة ما اريد ازود على الغاز زين، لأن ضغط جديد ممكن في فرق في الضغط، راح اتركها صراحة بهالشكل زين. 8 درجات كفاية صراحة بداية التشغيل، اني معطيني 5 درجات، 8 جيدة أمانة، 8 راح تنزل. ثمانية، سبعة، ستة راح تكون جيدة. هواء بارد ما شاء الله.
عملنا عملية الشحن والآن راح أجرب السيارة صراحة كان مشي. الآن هذا درجة حرارة الغاز الرابع. بس صراحة أمانة ما في صوت كبير يعني ليش مزعج، نفس الكمبرسر القديم، الكمبرسر القديم كان مزعج يعني تحس أو تسمع صوته صراحة. هذا الكمبرسر ما تسمع صوته، طبعا فيها مراوح أمامية يعني كيف، وأيضا توجد فيها مروحة أمامية يوم تم تركيبها تضغط. طبعا وضع المروحة على السرعة الثانية تقريبا او الثالثة زين. حاليا ليس صراحة مهم ان نشحن الكمية كاملة، يعني شحننا ممكن 400 جرام وباقي 90 زين. ممكن الكمبرسر صراحة يختلف عن الكمبرسر الأصلي ممكن، ولكن راح نتركه فترة زين. درجة التبريد حاليا في الليل 7.2 شيء جيد، نتركه فترة ونشوف وضع التبريد كيف سيصبح زين. ما نريد ننزله صراحة 5 درجات من البداية، لأني لاحظت بعض الاختلافات في الضغوط فخفت ممكن الضغط يعني ممكن لا يتحمل زيادة في الغاز صراحة عن 400، فتركته. تلاحظون أيضا 6 درجات راح تنزل أثناء المشي أقل من هذا زين. مثل ما قلت لا تهتم بكمية الغاز والوزن، اهتم بالضغوط والتبريد اللي راح يعطيك، اتركه فترة وشوف الوضع زين. اذا شفت انه يحتاج ايضا غاز ممكن تضيف، شفت ما يحتاج امورك راح تكون طيبة. لو كان عندنا صراحة عدسة زين راح يكون جيد وافضل من الوزن، لأن العدسة راح تبين إذا كان الضاغط هذا أخذ كفايته من الغاز عكس الوزن. الوزن أنت تعتمد على كمية الغاز التي يحتاجها النظام، لكن ممكن إذا اختلفت أي قطعة أو أي جزء راح تسبب لك مشاكل زين. 5 درجات شيء جيد صراحة في الليل، ما نحتاج أكثر من هذا. وفي الظهيرة أثناء المشي راح تبرد، وأثناء الوقوف تحتاج أن تقف في مكان في مظلة، وأيضا تكون هناك مروحة أمامية مروحة داخلية لمساعدة صراحة الكمبرسر. ضغط جيد ما في أي صوت، يعني ما تسمع صوته صراحة. أول القديم كان عندي تسمع صوته يوم يشبك ويفصل، هذا ما تسمع صوت زين. ايضا تلاحظون وصلت الى 5 درجات بتنزل، ايضا راح تنزل بعد. امورنا طيبة زين. ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في صار هذه المعلومة، ونلتقي ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى متعلم مع جمال. اذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الاعجاب، وايضا نشر محبابكم. نشوفكم على خير ان شاء الله.